السلام عليكم. من بعد ما عملت حلقة اعراض ارتفاع الكورتيزول وكلمت فيها ان اكتر فترة الانثى بتبقى معرضة فيها لارتفاع الكورتيزول اللي هي الفترة اللي فيها اضطرابات هرمونية قبل البيريد وفي نفس الوقت قبل انقطاع البيريد او مرحلة ما بعد انقطاع التمس، وقلنا غالبا وبنسبة كبيرة جدا عشان بينقص الاستروجين كمان بالتبعية بيعلى الكورتيزول، هما دايما مع بعض كده. طيب في ناس سألتني ايه يا دكتورة اللي خلي بالي منه في الاكلات، يعني لو انا عارفة ان انا عندي نقص استروجين. انا كنت بتسأل السؤال ده من بدري، من ايام حلقات هرمون الاستروجين وكلام عنه بالتفصيل واعراض نقصه واعراض ارتفاعه وقراية التحليل بتاعه ازاي، بس ما كنتش بحب اجاوب عليه لان ما بحبش قوي اوصف خصوصا منتجات معينة او اكلات، لان في حالات بتبقى اصلا المنتجات او المأكولات اللي فيها استروجين دي بتبقى خطر عليها، لازم تتاخد تحت اشراف طبيب، لازم ابقى متأكدة ان النسبة بتاعتي قليلة جدا والدكتور ينصحني جنب العلاج بتاعي ان انا لا فعلا انا محتاجة ادخله من بره، لان الاستروجين زي ما احنا عارفين لو ارتفع قوي بيبقى له اضرار صعبة له مخاطر، وفي نفس الوقت لو انا لا قدر الله عندي اورام، عندي قابليه لان الاورام حتى اللي عندي ديت حتى لو اورام لفي حميده ما ينفعش ان انا اخد استروجين من نفسي ولا في الاكل ولا في الادويه، فلازم يبقى تحت اشراف طبيب. بس هنتكلم بشكل عام دلوقتي ايه اللي انا ممكن حتى لو مش هكتر منه اخده ويكون مصدر الاستروجين كويس، وفي الفتره دي ايه اللي انا اخده برده ويكون مصدر كالسيوم كويس، لان زي ما احنا عارفين كالسيوم وفيتامين د بيقل دايما في الانثى مع الحمل والرضاعه ومع اخذ كميات من الكالسيوم مثلا قليله على مدار العمر. ايه برضو في الاكل ممكن يبقى غني قوي بالكالسيوم نتكلم فيه النهارده مع اني قلته قبل كده مره كده سريعا. ايه كمان ممكن يساعدك على ان انت تقللي الالتهابات، لانك في الفتره دي بتكوني فتره انقطاع التمس زي ما قلنا او ما قبل انقطاع التمس اللي بعض الدكاتره قالت انها ممكن توصل لانها ما تبقاش قبلها بخمس سنين، ممكن توصل قبلها بعشر سنين في بعض الحالات. ايه برضو اللي قطر منه يساعدني ان انا اكون الالتهابات في جسمي اقل، وبالذات وبالاخص الالتهابات بتاعه المفاصل والام العضلات وعظمي بيوجعني، لا مفاصلي لا في تيبس كده في عضلات جسمي وفي الاربطه. ايه برضو ممكن يبقى غني ببعض المواد والعناصر يخليني عرضة للالتهابات اقل، او لو عندي اصلا تتعالج اسرع جنب العلاج، طبعا يكون تحت اشراف طبيب ويكون باخده بكميات بسيطة كده وبدخله لجسمي بكميات محددة يوميا باحتياجاتي اليومية. يعني حلقة سريعة كده هتبقى مفيدة جدا وهتعجب كل انثى. اول مره تابعني انا سالي بايا استشاري تحليل طبيه معمل سالي لاب. زي ما اتفقنا احنا كلامنا دايما عن التحاليل الطبيه، بس في نفس الوقت كل ما له علاقه بالصحه والامراض واعراضها، ولو عندي قدره ان انا اقول لكم على حل مشاكل لبعض الامراض كده او عادات نعملها او مأكولات ناخدها هقولها لكم. اول حاجه احنا موضوعنا النهارده عن المأكولات والمصادر الطبيعيه اللي ممكن تبقى موجوده ومفيدة ليا في فترة ما قبل انقطاع التمس او بعدها، او كل انثى بتعاني من خلل في الهرمونات وبالتحديد هرمون الاستروجين. اول حاجة خلينا نتكلم في مصادر الاستروجين الطبيعية، فول الصويا، لبن الصويا، بذور الكتان. لازم ابقى عارفة ان السمسم غني برضو بالاستروجين، هو واليانتون والفواكه المجففة، فدي حاجات غنية بالاستروجين. بس زي ما اتفقنا انا ما اخدهاش بكميات عالية، ما اخدهاش في حالة لو انا ما عملتش تحليل، ما اخدهاش لو انا عندي اورام، لو انا الاستروجين بتاعي عالي خلينا احسن تحت اشراف طبيب اداني سماح عملت تحاليلي خلاص اخد منها، وطبعا بقدر المعقول اخد منها يوميا كده ساعدني شوية في تنظيم الاستروجين، فهينظم لي الاحساس بتاع الهبات السخنة، كل الأعراض بقى اللي بتحصل في الفترة دي، أعراض زي وجع العظم، قلنا تيبس العضلات والمفاصل، الاكتئاب، الأرق وعدم القدرة على النوم بسهولة،
التعب والإرهاق، العصبية، الأعراض اللي كلنا عارفينها. إيه كمان يكون من المنتجات الطبيعية أو المأكولات وتكون بقى إيه برضو مهمة عشان عظمك ومهمة عشان ألام المفاصل والالتهابات، ويحصل كتير التهاب في المفاصل بالتحديد. في النقطة دي ممكن تاخدي زيت زيتون، قطري منه. ممكن تاخدي كمان غير زيت الزيتون، خدي بروكلي، خدي افوكاتو، خدي طماطم، خدي برضو الحاجات مثلا اللي يكون فيها بذور، بذور شيا، في مثلا الاسماك الدهنية غنية بكالسيوم وبأوميجا 3 فيها نسبة عالية جدا. قلنا الافوكاتو، في اكتر من حاجة دي ابقى عارفة كويس قوي انها بتحميني من زيادة الالتهابات او تساعدني على علاجها. طيب ايه كمان؟ في منتجات معروف ان هي غنية بالكالسيوم غير اللبن. لو حد ما بيحبش اللبن زي كده، وطول عمري كان يقولوا لي لا انت عظمك بقى لما تكبري هتبقى رجليكي مش شايلاكي عشان انا ما بحبش اللبن. بس اللي ما يعرفوش كتير ان الكالسيوم مش موجود في اللبن وبس، الكالسيوم موجود في السمسم 7 أضعاف اللي موجود في اللبن. السمسم وكذلك الطحينة لانها معمولة من السمسم وزيت السمسم. ايه كمان؟ ممكن التين المجفف في كالسيوم، الحمص، البروكلي، الفاصوليا، البيض في كالسيوم، الفراخ فيها كالسيوم. ايه كمان؟ بذور الشيا، شفنا قلنا بذور الشيا كم مره، فيها اوميجا 3 بتمنع التهابات، فيها كالسيوم بنسبه عاليه، فيها استروجين. غير بذور الشيا كمان ايه؟ وقلنا طبعا الزبادي، الجبنه، الجبن من ضمن منتجات الالبان وبالتحديد الجبنه الموتزاريلا، جبنه القريش حلوه ليكي جدا، فيها بروتين بنسبه عاليه وفيها معادن كتير، وفيها كمان غير الكالسيوم فيها برضو مواد كتير جدا مفيدة، فيها نسبة حديد. طيب ايه كمان؟ بس كده موجود في السمك كتير كالسيوم، بالذات السمك اللي زي السلمون والسردين في نسبة عالية. احنا قلنا السمسم. طيب كل ده، البرتقال الاورنج في كالسيوم وفي فيتامين سي حلو جدا برضو ليكي. في منتجات كتير قوي اللي انا قلتها دي قطري منها في الفتره دي لو انت ما كنتيش بتاخديها طول عمرك، قطري منها اكتر. بس قلنا ايه؟ حالات معينه، وخديها كده كل يوم او كل يومين تاخدي حاجه منهم. اللوز على فكره فيه كالسيوم حلو جدا. يعني اتمنى كده ان انا قلت لكم حاجات طبيعيه سريعا بكل الحاجات اللي فيها اكتر عناصر انت محتاجاها، الحاجه اللي يبقى فيها استروجين، الحاجه اللي فيها كالسيوم، اللي يبقى فيها ايه حاجه تمنع الالتهابات وفيها اوميجا 3 في نفس الوقت، دي بتبقى انت محتاجاها جدا جدا بزياده عن اي حد مثلا في فتره عمريه تانيه ومحتاجاها اكتر من الراجل. اتمنى تكونوا استفدتوا، حلقه سريعه كده خفيفه لكل انثى. ولو عجبتك الحلقه لايك وشير، عرفيني في الكومنتات كنت تعرفي ايه من المعلومات دي او ايه اول مره تعرفيه. ولو بتاخدي حاجه من المنتجات اللي فيها كالسيوم مثلا انا ما قلتهاش، قوليلي عليها عشان انا عندي نقص كالسيوم.